كمان يا كابتن فترة المباريات اللي لعبها الكابتن معتمد في ظل عدد من الغيابات كتير جدا، وفي ظل ضغط للمباريات، انت برضو مباريات ورا بعضها بتلعب في الكاس، بعد كده بتلعب في الكونفدرالية، بعد كده بترجع تلعب في الدوري، فضغط المباريات ده ممكن يكون أثر بشكل أو بآخر على أداء الزمالك في المباراة الأخيرة. طبعا انا معاك بنسبه 1000000%. ليه؟ لان انت لو جيت تبص للروتيشن يا ابو حميد اللي موجود في نادي الزمالك بيدور في ثلاث اربع مراكز بس، ما بيدورش روتيشن في الفرقه كلها. في لعيبه مجهده، في لعيبه على طول موجوده، واحد زي حمزه المسلوسي على طول موجود، واحد زي زيزو على طول موجود، اوباما، دونجا، عبد الشافي رغم ان انا بشكره على الاداء اللي بيأديه، وعبد الشافي من اخلص اللعيبه اللي جت في تاريخ نادي الزمالك. نفس الوضع عمر شويه بيبقى موجود وبعد كده الاصابه بتحرمه، عمر برده ماشي بشكل قوي جدا. فالروتيشن بيدور في ثلاث اربع اماكن، فبالتالي في حاله اجهاد في الفريق، ده امر طبيعي لان الزمالك ما عندوش الاسكواد ان هو يخليه بالظبط يشتغل ما بين البطوله الافريقيه وبطوله المحليه بشكل قوي جدا، ان هو يقدر يدور بين اللعيبه ويريح اللعيبه في ظل انت بتلعب كل ثلاث ايام ماتش وماتشات قويه وماتشات مؤثره، ونادي الزمالك مطالب في الدوري ان هو يتعدل وضعه في جدول الدوري، وفي البطوله الافريقيه محتاج ان هو يحسم بدري بدري صعوده. فلا انا الله يكون في عوني كابتن معتمد، لان كمان احنا كان عندنا مشاكل اداريه في ثلاث لعيبه كانوا موقوفين ولاعيبه مهمه، فانت بتتكلم في غيابات كتير جدا من ناحيه الاصابات ومن ناحيه الايقافات، الله يكون في عونه. فانا شايف ان هو بنسبه 90% لحد دلوقتي ناجح بشكل قوي جدا. ده انت كمان بعد الغيابات دي لو اتكلمنا عن غياب الونش بقاله فتره كبيره جدا، واحد من اهم الاوراق عندك مصطفى شلبي بعد ما مستواه بيعلى جدا وبيبقى ماشي بشكل كويس بيتصاب، فانت عندك برضو بعض اللعيبه اللي حتى في ظل الغيابات او النقصات اللي موجوده في السكواد بتاع الفريق ككل بتغيب عنك برضو بعض الغيابات اللي بتكون رجليها في ارضيه الملعب. بالظبط بتفق معاك تماما، انت بتتكلم في لعيبه اساسيه ولاعيبه مؤثره، لعيبه فعلا. يعني مصطفى كان وصل لفورمه، كان نادي الزمالك بيمر بحاله فنيه عاليه جدا لما كان مصطفى بيبقى موجود، الكره لما توصل لمصطفى في جنب من الاجناب وتوصل لزيزو جنب من الاجناب، فهم بيشيلوا الحمل الضغط عن بعض شويه، فده بيريح ده شويه، فوصل برضه اصابه مصطفى اثرت بشكل قوي. الوينج طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ورجع لنا بألف سلامة طبعا، هو رجع ان اتمنى شاء له الله التوفيق ياخد طبعا. الفرصة اتمنى له رويدا التوفيق، رويدا والفترة كده اللي جاية ان شاء الله ان يكون شاء الله. موجود معانا بشكل قوي، لانه من اللعيبة المهمة واللعيبة الرجالة اللي موجودة في نادي الزمالك. بتتكلم في غيابات مؤثرة جدا جدا يا ابو حميد، يعني فبقول لك عشان كده بقول لك كابتن معتمد ماشي بشكل كويس جدا، لان الغيابات اللي مؤثرة اللي موجودة دي غيابات اساسية في تيم نادي الزمالك.